ما تيجي نبتدي بالحفل الختام السنوي لأكاديمية الباليه اللي تم يعني تنظيمه في دار الأوبرا المصرية والنجاح الكبير اللي حققه أكيد مش من فراغ، فعايزين نعرف من حضرتك كواليس هذه الفعالية كانت عاملة إزاي؟ هو الحفلة دي كان مقرر إن هي تتعمل قبل الكورونا والإعصار، فكانت أصعب حفلة قبلناها بصراحة لأن إحنا كنا مجهزين لها واتلغت قبلها بأسبوعين نتيجة الظروف اللي مرت بيها البلد، واحنا كنا خلاص يعني محددين انها هتتعمل في مكان ما في مسرح اخر يعني، بس ما وفقناش وقتها. وبعدين رجعنا استأنفنا النشاط لما الدنيا فتحت تاني، والحمد لله عملنا حاجة سمعت قدام الدنيا كلها، اللهم لك الحمد. ويعني كل حفلة احنا بنختلف فيها عن اللي قبلها. الحفلة دي كانت تجهيزاتها صعبة جدا جدا جدا، اهالي كتير كانت خايفة، الاجراءات الاحترازية اللي كنا بناخدها كانت صعبة علينا وصعبة على البنات، ومخرجين العرض لقوا صعوبة كبيرة جدا جدا لانه ما شاء الله العدد كمان كبير. احنا كان معنا 250 بنت، العدد الاساسي كان 320، اعتذر منهم 70، خافوا بقى الاهالي خايفة من الكورونا وكده، ففضل معنا 250 بنت كانوا ملتزمين جدا مع مخرجين العرض ومع المدربين، وبالفعل يعني هم والاهالي التزموا معانا وعملنا عرض كسر الدنيا الحمد لله. حلو قوي. مع العروض اللي بتكسر الدنيا زي ما بتقولي، انا زي ما ذكرت بيبقى في كوادر، يعني في الحفله الاخيره كان في طفله اسمها كارما كمان، مفروض يعني دي كورال بقى، انا بتكلم على الكورال، موهبة كبيرة برضو تم اكتشافها، فإزاي بتقدروا ان انتوا برضو من خلال يعني الشباب الصغير اللي بيشارك ان انتوا تشوفوا حد لا دي ممكن تبقى نجمة، دي ممكن تبقى فعلا ليها مستقبل كبير؟ احنا عندنا الأنشطة متنوعة في إدارة المكتبات، من ضمنها نشاط الكورال. احنا بنعمل إعلان بنقول فيه اي حد عنده الموهبة يجي يختبر ونشوف نتيجة الاختبار ده ايه. وبالفعل البنت جات هي وباباها، يعني ما جاتش لوحدها، يعني كان باباها معاها، وكان برضو ليه اغنيه في الحفله الاخيره دي، بس هما الاثنين منفصلين ما كانوش مع بعض، وكانت كارما بالنسبه لنا القنبله، ومعاها ولد تاني كبير برضو كان اسمه علي. كل الحضور شبهه بحسين الجسمي، يعني من كتر ما أدائه كان رائع، من كتر ما صوته كان حلو. والحمد لله استاذه ابتسام شوقي هي القائمه على الكورال ده، فكانت برضو عملت مجهود كبير جدا جدا بانها عملت لهم اختبارات لكل الناس اللي كانت بتيجي تقدم، واخترنا المتميزين طبعا منهم وتم تدريبهم، واللي موهبتهم نص نص تم برضو تدريبهم. ومين بيدربهم بقى؟ ناس متخصصين؟ طبعاً. ميوزيشنز. النادي الاهلي ما بيعملش اي حاجه الا بناس متخصصه، يعني لما بيدخل في حاجه او في نشاط لازم تكون الكوادر القايمه عليه كوادر متخصصه. كويس كويس، دي نقطه مهمه.